يا اهلا وسهلا ومرحبا. بهالعين. اهلا وسهلا فيك. نحن من قبل ابو رامي الشلهوب. اهلا. انا فريد والست بتكون حماتي وهي كرت توصيه منه. يا ميت مرحبا. يا سيدي تاكد تماما انه انا بدون كرت توصيه بعامل زبايني معامله خاصه. اهلا وسهلا فيكم. هذا لطف منك الحقيقه. مسموعياتك مليه البلد. شو طلبكم يا ترى؟ حماتي تفضلي شوفي شو بتريدي. بدي شيء طقم مرتب تقيل يكون. شو المناسبه؟ هديه لعيد ميلاد. اليوم عيد ميلاد مرتي، حابين نعمل لها مفاجاه. ايه على عيني وراسي. شو رايكم بهالطقم؟ تفضلي خانم. شو رايك فريد؟ يعني منيح، ماشي حاله، حلو كلاسيكي، بس يعني رشا بتحب الصرعات وبخاف ما يعجبها. بعدين مبين كانه خفيف، ما هيك؟ ما بعرف، قلبه فاضي؟ معبى، مبطن. بعدين هذا اخر موضه، كثير دارج بهالايام. مو المهم يكون دارج استاذ، المهم نقتنع نحن فيه. على راحتك. بتحبوا اورجيكم شيء اتقال؟ ايه والله يا ريت. ايه على عيني وراسي. بلش يا زنيبكي، قلت لك ما خرجوا طالعوا معنا، ما صدقتني. قديش عياره؟ قديش عمره البركة؟ 3 شهور. الله يسلمك. هلا هذا قديش عياره؟ 21. 21؟ نعم. ليش عم بيبكي؟ ايه انا بعرف. خلص تيتي، خلص خلص حبيبي. حماتي الولد ما بيبكي الا اذا كان يا جوعان يا موجوع، مو هيك استاذ؟ ايه طبعا طبعا. هلا امه غيرت له ورضعته، ايه ما حلو لسا. بيكون متضايق من الاحفاد لانه الاولاد بيتصمتوا من الاحفاد احيانا، مو هيك استاذ؟ ايه بيتصمتوا. ارخيله الاحفاد بيرتاح بيرتاح. وهي رخيت له اياه، منيح؟ ها شفتي شلون ارتاح؟ متضايق من التصميت، التصميت صعب. ايه فعلا صعب. قلت لك لا تجيبي معنا، ما رديتي علي. يا على قلبي ان شاء الله، وين بدي يروح فيه صغير؟ مو انت اللي قلت لها لمرتك روحي ساوي شعرك مشان عيد ميلادك؟ انا بعرف، المهم وين صرنا اساس؟ يا سيدي المحل تحت امركم، شو بتريدوا انا حاضر. اذا بتريد احسب لنا قديش حقه. ايه لحظه على عيني مدى. ألف مدى. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجع يبكي الولد. ما بعرف شو قصة اليوم، ضايج صغير مدري شو بقول. قلت لك لا تطلعي معنا، ما سمعتي مني. طيب شو رأيك تاخده شوي تسكتوا برا أنت؟ أنا شو عرفني بهالقصة؟ شو بفهمني بالولاد؟ طيب لحظة عفوا، عطولة هاي ما معودينه على هاي نحن أساس، مو معودينه. أيوه تعا صهري ورقي، أعطيني مصاري. طيب هذا الطقم ما في له حلا؟ بلا مدام فيه؟ إذا ممكن يشوفه. إيه على عيني. بس تيتي، بس حبيبي، شو صار لك اليوم؟ تفضلي مدام. حلوين، معلش إذا ورجيتهم لصهري حتى يشوفهم بيلبقوا لبعض؟ إيه شو عليه، تفضلي ولا يسلموا. عندك حاسة سادسة بتكشف فيها الحرامية. مزبوط عندي حاسة سادسة، بس هدول الجماعة يلي فاتوا اليوم بدهم حاسة تاسعة لينكشفوا، ناقصني 3 حواس لسه. تعا شو بدك تعمل؟ بدي خبر الشرطة. ما في داعي تخبر الشرطة. شلون ما في داعي؟ مو هذا هو الطقم؟ بلا هذا هو، كمشتي الحرامية؟ كانوا حرامية هدول،
يا حبيبي اللي اجوا لعندك وعملوا فيك المقلب، هدول رفيقتي وابنك. ابنك ورفيته؟ رفيقتك وابنها حرامية؟ حاجة تقول حرامية؟ هذا مقلب وعملناه فيك لنورجيك انه ما حدا على راسه ريشة، ومهما كنت ذكي الا ما تلاقي الاذكى منك. نعم. حديث المال.